فمن هنا من جامعة إدلب من جامعة الثورة ينطلق طلابها إلى ساحات الجهاد، ينطلق طلابها إلى نقاط الرباط لحفر الخنادق وتحصين الثغور، ينطلق طلابها بحملات للتوعية وشحذ الهمم ضد هذا العدوان. تمتلئ المشافي بطلاب الكليات والمعاهد الطبية للمساعدة والإشراف على الإسعاف والعلاج لمصابي الحرب والقصف. سادتي وإخواني، اجتماعنا اليوم ليس لأجل الكلام، اجتماعنا اليوم ليس لأجل المواعيد، بل لأجل أن نعمل سويا وأن نتجهز، فقد بدأت الحرب وحانت ساعة الصف. فلكل منا وظيفة ولكل منا واجب عليه تأديته بأكمل وجه وبكامل الإخلاص للمولى عز وجل. تعويننا اليوم على الشباب، فهم الذين ينهضون بالأمة، نعم هم الذين ينهضون بها إلى القمة، ولكن أيضا هم الذين بضعفهم تضعف الأمة. بعقيدتنا ويقيننا بأن الناصر هو الله، إننا سننتصر، هذا إيمان. هذا هو الإعداد المادي، ثم يأتي بعد ذلك الإعداد المعنوي، يأتي في المرتبة، ولكن في الحقيقة قد يسبقه أو يلازمه ويقارنه. الإعداد المعنوي ويكون بتثبيت القلوب، فثبت الذي قلب النهار والشمال أستني فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نشوب السماء يا عبادي. والآن دعونا نقف مع فقرة إنشادية